السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوار قناة لون أند شير. في فيديو جديد عن كيفية أداء فاتورة إنوي عبر استخدام الإنترنت. أول ما نحتاج إليه هو الدخول على المتصفح، ثم نكتب عبارة Payment Facture Inuit. نختار Payment Facture Inuit، Payment Facture، بعد ذلك هنا يطلب مني إدخال رقم الهاتف، نكتب رقم الهاتف وننتظر. تظهر خانتان جديدتان، خانة خاصة بالإيميل وخانة خاصة بكود الأداء. هذا الكود طبعا هناك من سيتساءل من أين سنحصل عليه. هذا نحصل عليه من مزود خدمة إنوي، طبعا من الأجونس أو الشخص الذي يشتغل في الأجونس. نطلب منه أن يعطينا الرقم الذي يتكون من 4 أرقام الخاص بالأداء عبر الإنترنت، والعملية بسيطة. هنا ندخل الإيميل الخاص بنا، كما قلت هنا ندخل الإيميل الخاص بنا، وهنا ندخل الكود الذي يتكون من 4 أرقام. هذا الكود بعد الحصول عليه من المزود لابد من تسجيله مع أرقام الهاتف حتى لا يضيع. إذا ندخل الأرقام، هي طبعا هذه الأرقام كل شخص يكون له أرقامه الخاصة، يشبه الكود الخاص ب يعني صراف الآلي. ثم نضغط فاليدي، هنا تظهر لي الفواتير التي لم أؤديها إلى الآن. طبعا هنا فاتورة شهر فبراير، وهنا فاتورة شهر يناير لسنة 2022. أختار من بين الفاتورتين الفاتورة القديمة التي أريد أداءها، أختار جونفيي، وهنا يعطيني القيمة الأخيرة التي سأؤدي. لو أني ضغطت أيضا فيفغيي سنلاحظ أنها تتغير. إذا نختار فقط جونفيي ثم نضغط على كلمة باي. الآن يعطيني المعلومات للمراجعة، طبعا هنا الإيميل ورقم الهاتف، هنا قيمة الفاتورة، وأيضا هنا يطلب مني إدخال المعطيات الخاصة بالبطاقة البنكية. أدخل 14 رقم الموجودة على واجهة البطاقة، هنا ندخل أو نختار الشهر الذي يكون مكتوب على واجهة البطاقة. أيضا سنجد أنا في حالتي عندي شهر 3، وسنة طبعا أتركها كما هي. بالنسبة لهذه الأرقام الثلاثة التي يطلبها هنا كود دو فيريفيكاسيون، هذا نقوم بقلب البطاقة البنكية، ثم سنجد آخر 4 رموز من الأرقام 14، وسنجد بجوارها 3 أرقام هي الكود الخاص بهذه البطاقة وهي رمز تحقق. أدخل هذه الأرقام ثم أضغط بعد ذلك على كلمة Pay. طبعا نسيت، لابد أن نؤشر في هذه المنطقة، ثم كي نؤكد أن جميع المعلومات التي أدلينا بها صحيحة، ثم بعد ذلك نضغط على كلمة Pay. في هذه اللحظة كما هو مكتوب هنا لا ينبغي أن تعمل إعادة تحميل للصفحة، ننتظر إلى أن يصل لنا الكود الخاص من البنك ليتحقق أن الذي يجري هذه العملية هو أنت وليس شخص آخر يحاول اختراق حسابك. طبعا سنتوصل بكود يتكون من 6 أرقام من البنك عبر رسالة نصية. ندخل الأرقام التي توصلنا بها من البنك، ونتأكد قبل الضغط على فاليدي، ننتظر قليلا إلى حين تتم أداء الفاتورة.
الآن أعطاني أن العملية تمت بنجاح في فيليسيتاسيون فوتر بايمون ا ايتي افيكتي افيك سوكسي. هنا يعطينا أن إمكانية تحميل وصل الأداء كي نحتفظ به في الحاسوب. نضغط على تيليشارجي لو روسي دو بايمون. نلاحظ هنا أنه تم تحميله ويمكن لي ملاحظة جميع المعطيات على شكل PDF. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا طبعا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس وترك التعليقات والإعجاب ومشاركة الفيديو مع الناس لتعميم الاستفادة. شكرا لمتابعتكم لقناتنا وإلى فيديو آخر بحول الله وقوته.